فلسطين في القلب، هنا عبر فعالية للبيت العربي للموسيقى على خشبة مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا واستنكارا للعدوان الإسرائيلي. الأمسي اجت بالأوقات هيدي هي لرفع معنويات الناس وتطلع من بيوتها وتعمل هاي الإلفة الاجتماعية اللي نحن دورنا كموسيقيين نرفض الطاقة الإيجابية عند الناس، يعرفوا أنه في هذا المجتمع بعده حيوي بعده قوي بموسيقته بفنونه بأدابه بثقافته، إضافة لهي مثل بدنا نقول داعم صراحة لحياة السوريين الإيجابي اللي هي بنفس الوقت دعم للفلسطيني، دعم للمقاومة، دعم لهذا التيار بكامله أنه نحن شعب حي. أمسية موسيقية كلاسيكية بتتحدث عن العصور، في منا كلاسيكي، في منا رومانسي، في منا من العصر الباروكي. نحن نقينا القطع يلي فيها هي مثلا في عنا ضمن المعزوفات في عنا قطعة فوكاليز للمؤلف سيرجي رحمانينوف يلي هي بتتحدث عن أصوات أرواح الحرب، فنحن يعني حاولنا نختار بما يتناسب مع الوضع يلي بصراحة نحن هلا فيه. يعني هلا دائما نحن بنحاول نوصل رسائل بالموسيقى، هلا نحن بنحاول انه دائما تكون الرسائل هي بشيء فني، هذا الشيء اللي نحن فينا نقدمه لدعم المقاومه والحرب ضد فلسطين. حقيقه انا عاشقه للموسيقى وانا بحب الغناء. الامسيه لسيد مصطفى، انا بعرف ابوه الاب الاستاذ زياد مليس، هو مدربنا بالكورال، يعني نحن فرقه كورال، فانا جاي احضر هذه الامسيه لاني انا من عاشقة لبنان. فعاليات شعبية مستمرة تضامنا ودعما لعملية طوفان الأقصى ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب.